بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والقرب والقربات، وأخرجنا من ظلمات الجهل ووحول الشهوات ودرن الشبهات برحمتك يا أرحم الراحمين. والواقع كنا مع الحارث المحاسبي في نهايات رسالته، رسالة المسترشدين، وكان قد حدثنا عن إجلال الله وتعظيمه، وأن الطريق إلى ذلك هو الحياء، وأن الطريق إلى الحياء هو المراقبة لله سبحانه وتعالى، مراقبة قلوبنا في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، وأن الطريق إلى المراقبة هو التحقق بالمجاهدة. فوقفنا مع حقيقة المجاهدة وأركانها وقوانينها ومراحل السير فيها، ثم نأتي مع الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى إلى خاتمة رسالته، رسالة المسترشدين، التي أجملها ببيان مجمل صفات القلب المؤمن. فماذا قال الحارث المحاسبي في ذلك في ختام رسالته؟ قال: وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إن لله في أرضه آنية، وإن من آنيته فيها القلوب، فلا يقبل منها إلا ما صفى وصلب ورقى. إذن إن لله في أرضه آنية، وإن من آنيته فيها القلوب، فلا يقبل منها إلا ما صفى وصلب ورقى. هنا يتحدث عن ثلاثة أوصاف للقلوب: الصفاء، الصلابة، الرق. سنعود إليها، لكن نقف مع هذا الأثر المنسوب للإمام علي رضي الله عنه. وحقيقة بعضهم ربما قال ينسب لغيره من التابعين، لكن لعل أصل هذا النص حديث في كتاب الزهد للإمام أحمد، مروي من طريق أبي عنبة أو عبد الله بن عنبة، اختلفوا في اسمه، الخولاني، واختلفوا هل هو صحابي أم لا. يقول فيه حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. إذن إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. الواقع مع أن بعض أهل العلم حاول أن يحسن هذا الحديث وأن يرى له معنى مناسبا، فقالوا، فسر ابن القيم ذلك بقوله: أي أوان مملوءة بالخير. أي لما يقال إن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، أي هذه القلوب المملوءة بالخير هي ممن انتسب إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه الطبراني، وبعد المراجعة يبدو أن الحديث لا يصح، والله أعلم. ذلك أن فيه بقي بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية، أي يكون في الحديث انقطاع خفي، والله أعلم. وأيضا اختلف في الراوي الصحابي هل هو صحابي أم من التابعين، فيكون الحديث مرسلا. على أي حال، من هذا المعنى ومما نسب إلى علي بن أبي طالب، أخذ الإمام الحارث فكرة الصفات التي ينبغي أن يتحقق بهذا القلب، وهي الصفاء والصلابة والرقة. والآن يأتي الحارث المحاسبي ليبين لنا كيف يكون معنى الصفاء في القلب، وكيف يكون معنى الصلابة في هذا القلب، وكيف يكون أو تكون الرقة في هذا القلب. نأتي إلى المعنى الأول أو الصفة الأولى، وهي صفة الصفاء في القلب. الصفاء يكون في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في علاقتنا مع المؤمنين. فكيف يتحقق معنى الصفاء في علاقتنا مع الله؟ كيف يتحقق معنى الصفاء في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتحقق معنى الصفاء في علاقتنا مع المؤمنين، بل مع سائر الخلق؟ أما في علاقتنا مع الله أو
أن يتحقق معنى الصفاء في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ذلك بكمال الخضوع وكمال التسليم لله، مع الحب، مع التعظيم، مع الرضا، مع الأنس به جل جلاله، على نحو ما مر من معان. يقول الحارث المحاسبي في ذلك: ومعنى ذلك أن صفاء القلب لله عز وجل باتباع أمره ونهيه ومشاهدة الصدق والإشفاق. إذن بمقدار ما نتحقق بالصدق مع الله تعالى والخوف منه والحياء منه جل جلاله والقيام بأوامره والكف عن نواهيه، إذن تصفو علاقتنا مع الله، فهذا القلب قد صفى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الحارث المحاسبي كيف يكون الصفاء في العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومعنى صفائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول ما أتى به قولا وعملا ونية. بمقدار ما نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فإذا بمقدار ما نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقتدي به عليه الصلاة والسلام وبالتالي نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبالتالي نعظم قدره ونعرف مكانته ونزداد حبا له عليه الصلاة والسلام وافتداء واقتداء وتضحية، لا شك أنه يكون ذلك من علامة صفاء القلب في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى صفائه للمؤمنين، قال: بكف الأذى وإيصال النفع. هو ذكر أمرين في الواقع، ويمكن أن يكون الموضوع في ثلاث قضايا. كيف؟ هو قال بكف الأذى وإيصال النفع، هنالك جانب احتمال الأذى أيضا، فإذا أن نكف الأذى أولا عن المؤمنين هذا درجة أولى في صفاء علاقتنا مع المؤمنين. ثم إن كان من بعضهم أذى أن نحتمل ذلك منهم لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم درجة أعلى من ذلك وهي إيصال النفع للمؤمنين. ثم قال: وأما معنى قوله وصلب، فمعناه قوي في إقامة الحدود لله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية الجهاد، هو لم يذكر الجهاد صراحة لكن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية الجهاد، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية تطبيق الحدود، كل ذلك يحتاج إلى قوة في الحق، وبالتالي نسبها إلى معنى الصلابة في قلب المؤمن. قضية مواجهة الباطل، مواجهة المستبدين، مواجهة الظالمين، نصرة المستضعفين، قضايا كثيرة تدخل في هذا الباب. لذلك ربنا ماذا قال في وصف المؤمنين؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيضا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في تطبيق الحدود ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. إذن هذا معنى الصلابة التي أرادها الإمام الحارث المحاسبي في صفة القلب المؤمن. ثم تحدث عن الرقة في القلب، قال: والرقة على وجهين، أو قال: فالرقة على وجهين، رقة بالبكاء ورقة بالرأفة. لعله يقصد رقة بالبكاء أي كيف تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وهل يشترط أن تذرف الدموع أم أن يكون هذا القلب خاشعا متذكرا خاضعا متأثرا، إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لا شك ورد ذكر البكاء أو ما يقوم مقامه، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا دليل رقة القلب في أنه يتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى، يتأثر بذكر الله، يتأثر بالوعد ويستبشر بذلك، يتأثر بالوعيد فيخاف ويرتدع إلى غير ذلك. وأيضا ورد قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأيضا ورد قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. إذا من علامة المؤمن الكامل في الإيمان أنه
تذرف دموعه، يستشعر رقة في القلب، تأثرا في القلب. لذلك ورد في الحديث: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، إلى آخر ذلك. هذه رقة بالبكاء، إذا ممكن تقول في علاقتنا مع الله وآيات الله وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ورقة بالرأفة، أي هذه العلاقة مع المؤمنين تكون في علاقتنا رأفة. ولذلك جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قالوا: إذا ذكر أحد الوصفين يقوم عن الوصف الآخر، لكن إذا ذكرت الرأفة مع قوله رحيم أو الرحمة، فالرأفة هي دفع كل الضر، والرحمة هي جلب كل خير. فإذا ذكر أحدهما يقوم مقام الاثنين معا، إذن كما كان حال رسول الله، كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذا أيضا مصداق لقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فبمقدار ما يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك التيسير وذلك اليسر وذلك الرحمة وذلك الهداية وذلك فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتحقق بذلك. وختم الحارث المحاسبي بقوله: وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا شك كأننا لا نريد مغادرة هذه الرسالة الكريمة المباركة إن شاء الله تعالى ونحن في نهايتها، ولكنني أستحضر بعض أقوال العارفين في الختام. قال بعضهم: النفوس ثلاثة: نفس معيبة لا يقع عليها بيع ولا شراء، ويشير إلى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: نفس معيبة لا يقع عليها بيع ولا شراء، وهي نفس الكافر. ونفس تحررت لا يصح بيعها، وهي نفس الأنبياء والمرسلين. يعني الأنبياء والمرسلين في صفاء تام مطلق من لحظة الخلق إلى لحظة الممات، فماذا يبيعون وماذا يشترون، فكلهم لله، قد تحررت نفوسهم مطلقا لله أزلا وابتداء وانتهاء. قال: لأنه خلقت مطهرة من البقايا. قال: ونفس يصح بيعها وشراؤها، وهذا ما يتعلق بنا. قال: ونفس يصح بيعها وشراؤها، وهي نفس المؤمن، فإذا باعها لله واشتراها الحق تعالى منه وقع عليها التحرير. فإذا أردنا أن نحرر أنفسنا وأن تتحرر من رق الآثار ومن رق الأكوان ومن رق الشهوات ومن رق المعاصي ومن رق الانقياد لغير الله سبحانه وتعالى، فأن نبيع أنفسنا لله سبحانه وتعالى ليشتريها الحق منا سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. لذلك قالوا الشهداء بعد الأنبياء والصديقين أعظم من تحقق بهذا المعنى، أنهم باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فهم أصحاب النفوس الشريفة إن شاء الله تعالى. وفي هذا الختام أيضا نترحم على الحارث المحاسبي رحمه الله ورضي الله عنه، وتقبل منا ومنه ورفع درجاته في عليين، وجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا وإياكم من أهل الرشد وطلب الرشد والتحقق بالرشد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.